عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، كل الناس الكويسين، إن أنا بخير، وإني مفيش أي نوع من أنواع الخطر عليا ولا على حياتي. بالنسبة للي حصل، محتاج إن أنا أرد عليه، ومش هينفع أرد عليه في كلمتين، فاسمحولي إن أنا أقول لكم إن حسام جوزي اللي أنا معشراه ده إنسان من أنظف رجال الدنيا، وإنسان محترم، وإنسان متربي، وبيحبني أكتر من نفسه، وما يستاهلش أبدا أبدا منكو كم القسوة ده. بس أنا مدياكو العذر عشان أنتوا ما تعرفوش، بس عايزة أقول لكم إن الراجل اللي ربنا حطه في طريقي في الوقت ده، في وقت أنا كنت فيه متكسرة ومتدمرة، هو بنالي شخصيتي وخلاني بقيت بعرف اتكلم، رجع لي لنفسي تاني الثقة. حسام ربنا هو اللي بعتهولي، فربنا ما بيعمليش حاجة وحشة. حسام بيحبنا اكتر من نفسه، انا وبناتي، ده دليل ان هو من ساعة ما اتجوزني ما استفادش بأي حاجة، وما عملش لنفسه اي حاجة، وهو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شيء. وبالنسبة لانه لحاجات كثيرة مش مفروض ارد عليها، لكن انا عايزة اقول كمان ان الست حماتي، الست اللي ربت راجل اخلاقه عاملة كده، اكيد لازم تكون ست عظيمة. فحسام انسان عظيم، وامه ست عظيمة، وبتمنى منكم ان انتوا تدعونا بالذرية الصالحة. وبقول لكم مفيش اي حاجة من دي خالص، حسام انسان نقي ونظيف، وربنا هو اللي بعتهولي.